في الصباح الباكر كاين تابع واحد الحساس كيشوف واحد الكرتونه محطوطه في جنب الطريق، وشاف دخلو الفضول باش يمشي، شافها مسكوتشي مزيان، ما قدش يزعزع بقوة الثقل ديالها، فبغى يحلها تمايا. شاش شي واحد يمكن تساها تمايا ولا شي حاجه، بدا كيحلها تمايا باش يكتشف شنو فيها. فبيه كيشوف ديك الشيء يعني اونبالاجي مزيان، فتح الكرتونه لقى واحد الميكا، بدا ديك الميكا كيفتحها فكيبان له شويه ديال الشعر. هنايا السيد تصدم، كان جويه ديك الربعه ديال الصباح ما كان حتى شي واحد، اضطر يعيط للبوليس. وانتم راكم عارفين البوليس يعني في خدمه يعني الشعب، انتم عارفين راه تيبقى 24 ساعه على 24. بالفعل استجوبوا للطلب ديالو، جاو مباشره، ما كيعرفوا لا نعس لا حتى شي حاجه، يعني جاو مباشره لعين المكان، داروا المعاينه ديالهم، عرفوا بان اللي في وسط الكرتونه فهي جثه ديال واحد البنت ما يقارب 20 سنه 21 سنه. داروا التشريح ديالها بعد ما داوها يعني المستودع الاموات، تما عرفوها بانها بنت، بانها ماشي بنت يعني ماشي يعني ولات امراه. هنايا كيفاش يعرفوا شكون هي السيده هذه؟ خداو البصمات ديالها، ما عندها لا هويه ديالها لا حتى شي حاجه، يلاه كانت في واحد الكسوه، ولكن هذه السيده هذه كانت يعني ماشي في الجثه ديالها كامله، يعني كانت مقطعه وكرتونه كبيره، كرتونه ديال الثلاجه. هنايا بداو كيبحثوا على هاد السيده هادي، شكون هي هاد السيده؟ بعد ما خداو البصمات ديالها خرجت لهم شكون هي هاد السيده. هاد السيده هادي سميتها منال. هاد منال هادي بعد ما يعني شافوا العنوان ديالها وقراو عليه، فاكتشفوا بان والديها ماشي في هاد المدينه هادي، فهي كتسكن في نواحي المدينه، فاضطروا يمشيو حتى لهاد الدار هادي باش يسولوا واش هاد السيده عندها شي مشكل او شي. بالفعل مشاو لهاد الدار هادي، هنايا بداو كيسولوا الابوين، ما فراسهم حتى شي خبر، ما بغاوش يعني يقول لهم ديريكت راه بنتكم ماتت بحال هكا. فقالوا لهم راه واحد السيده، يعني اول حاجه فين هي بنتكم؟ قالوا لهم راه سيدي راه كتقرا، واش هاد السيده ساكنه معكم؟ لا سيدي، راه كانت يعني من صغرها وهي راه حنايا ما فهمناش، وانتم كما كتشوفوا الحاله ضعيفه، راه كانت في الخيريه، ومنين نجحت شدت الشهاده البكالوريا ديالها، مشات دفعت يعني الورق ديالها في لافاك، وهنايا سكنت في الحي، يعني دفعت الورق ديال الحي وعطاوها الحي، وراه ساكنه في الحي. شحال هي من مده؟ قالت له هذه سيدي راه عام، اما سيدي دابا راه عندها العام الثاني. واش السيد عندنا شي صاحبته عندها شي هذا ولا سيدي ما عندهاش؟ هي كلابه؟ شنو واقع لها؟ ما واقع لها؟ يلاه سيدي شوفوا واش واحد البنت، واش بنتكم ولا ماشي بنتكم؟ هما راه عارفين بان بنتهم، ولكن ما خصهمش يعطيوها الخبر يعني نيشان. بالفعل مشاو لمستودع الاموات، غطاوها يعني غطاوها بينو لا غير الراس، كانها راه يعني جسد واحد. الام بدات كتغوات، الاب كذلك، عندها جوج خوتها صغار اللي ما جابوهمش معاهم للمستشفى، خلاوهم عند الجيران، بداو كيغوتوا يا سيدي هادي بنتي هادي بنتي. قالوا لها راه اللي وقع، راه شنو وقع؟ لقاوها في واحد الكارطونه، واشنو 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 واش يا لالا عندها شي عداوه هنايا شي صاحبتها شي؟ قالت لها لا سيدي، هي كانت كبيره في الخيريه، يعني ما عندها حتى شي صاحبتها هنا، شوف يعني في المؤسسات تما تكون تعرفت على شي وحده وما شابه، ولكن السيده ما مره قالت لي شي حاجه ولا عندها شي عداوه مع شي واحد. بنتي ردوا لي حلق حقي عفوان، يعني بدات كتنوض يعني الصداع في السيده، بقات فيها يعني تصور قلب الام يعني باش لبنتهم اللي يعني حتى الاب كذلك باش يعني تخدم عليهم وتتسناو يعني عطاوها يعني اي حاجه كيمتلكوها باعوها باش يقريوها في التالي، يعني كيتفاجئوا بواحد النهيار اللي كان انهيار تام. هنايا دخلت السلطات ومشات عند مدير الخيريه، يعني بداو لافير، شوفوا تماره اللي كيضربوا البوليس، يعني هادشي راه لافير ماشي كتجلس شي مانه ولا شي حاجه، راه يعني توت سويد ما كاملتها نهار ولا يومين. مشاو عند المدير، خداو المعلومات الكامله على هاد الفاسز هادي، شكون صاحبتها، مع من كانت، مع من تيجيو، يعني تيمشيو قلبوا على هاد البنات، كاين اللي دات لافاك اخرى كاين هادا، وتيمشيو حتى لعندها وتيبحثوا معاهم. هاد السيده واش كتعرف شي واحد؟ واش عندها شي عداوه؟ لا سيدي انا كنت غير كنبات حداها، انا هادي صاحبتي عاديه، يعني ما خداوش المعلومات الكافيه. فهنايا قرروا يتجهوا لهاد لافاك هادي، ويكون واحد البحث يعني قائم على هاد البنت هادي، مع من كتكون، شكون هي، شو ما صحاباتها. فبدا هنايا واحد البحث اللي كان بحث تمهيدي، فهنايا بهاد البحث التمهيدي تعرفوا بانها كانت مع واحد السيد، كانت مع واحد السيد، وهاد السيد هذا تم استدعاء ديالو، واعترف بانه كانت صاحبته،
تعرف قال لهم بان ديك راه كانت صاحبتي ويعني امي، ومن بعد تحولت الصداقة. ولكن يعني كان عادي، كان ما كان تشحش. واش عندك الرقم الهاتف ديالها؟ يا سيدي الرقم الهاتف ديالها، هذا الهاتف راه عاد دارته وراه بسبب واش ناض الصداع. قال لك كيفاش زعما باش ناض الصداع؟ قال له انا راه بقات كتجي تجيها الفلوس يعني بزاف، ويانا انا عارفه بان انسانه بانها فقيره ما عندهاش، وانا دخل لي الشك. ومع هي كانت جميله ماشي شي وحده اللي هي خايبه، شي وحده اللي زويونه شويه. فقال لها انا بديت كنقول معانا عارف عندها واحد صاحبتها، يعني ديك صاحبتها راه السمعه ديالها كامله مشاشره في لافاك بانها تبقي نزلوا الطوموبيلات وتطلع الطوموبيل. فانا انا تعصبت وقلت لها ما تعاوديش تمشي مع هذيك، ولكن راه في جهدي اللي درتو هي بقات لاصقه فيا. وميشت انا عاوتاني درت تليفون، يعني بثلاث التليفون، كان عندي واحد التليفون غاسر بثلاثه، وانا نتصطع وتفارقت معاها انا حيت انا كنت كنبغيها وباغي الحلال. وبدا كيعاود لهم، فهنايا خداو هاد الهضره هادي، خداو البوليس وبداو يسولوا على هاد السيده هادي اللي كتكون معاه، ولكن ماشي زعما برؤوه 100%، حتى هو خلاوه تحت يعني النظر ديالهم، حيت هما ما عندهمش يعني شي دليل يثبت شي واحد ولا ما شابه. فخداو بعين هاد الكلمات اللي قال ومشاو عند هاد السيده هادي صاحبتها، بحثوا عليها لقاو بان انسانه ما كتقراش معاها يعني فايتها ودير واحد برونش اخرى، ولكن كانت صاحبتها بالفعل. قالت لهم انا صاحبتي وهادي، ولكن في الاول نكرات يعني النكر ديالها هو اللي جاب لها الشكوكات. قالوا لها سيدي انا ما كنعرفهاش، ورا يلاه مره تلاقيتها. ولكن قالوا لها بان الصديق ديالها وبعد بعض الفتيات كيقولوا بانك راك كتكوني معها، هاد البنت راه كتكون معك، واش عارفه عليها شي حاجه؟ قالت له لي قول لي علاش نكرتي مما عرفش علي شي حاجه؟ علاش في الاول نكرتي؟ فالسيده انا ولات يعني ما كت يعني واخا كيطرحوا لي بعض الاسئله تبقى تفكر عاد كتجاوب، يعني ما كتجاوبش بواحد الاسترخاء، تتفكر عاد كتجاوب. هنايا تعمق شويه البحث بعد ما وجواب الشهود بان راه كانت راه تكون معاه. قالت لهم يا سيدي راه كتكون معايا وراه كانت صاحبتي وهذا. خداو له التليفون بداو كيبحثوا في التليفون، لقاو بان عندها واحد التصور هي وياها، هي كتقول بان ما عمرها يعني كانت معها مع مرها صاحبتها، يلا طلقتها مره كتطلقها، ولكن هي مصوره هي وياها، مصوره هي وياها في واحد الدار اخرى، واحد الدار اخرى. وهنا البوليس قال لهم خصك تورينا هاد الدار. قلت له لا هذه الدار ديال والديا. قال له لا دار والديك، يلا دينا لوالديك نشوفوا هاد النفس، هاد السداد هادو ونفس هاد الديكور هذا. انت وياها في واحد الفيديو يعني كترقصوا وشي واحد كيصوركم ومحطوط يعني واحد الشيشه نتوما راكم عارفين. بالفعل السيده تزيرت، السيده اتعرفت يعني بكل شيء. قالت لهم هاد السيد هذا راه كان كيبغيها، هاد السيد واحد السيد انا كنمشي نقصر معاه عادي، صاحبه بغى يعني تيكون معاه، بغى يكون معاه. السيده ما بغاتش دير معاه علاقه، ما بغاتش، فناض يعني رغمها على ديك العلاقه. وهنايا تكون يعني بعد ما انتهى تكون بواحد الخصام، يعني بعد ما هي عرفت راسها ما بقاتش بنت، هنا تكون واحد الخصام وبدات كتغوت. هو يعني ضربها، صافي ضربها، كنا حنا بثلاثه، هي واللي كان معاها وهاد السيد هذا اللي كان مع منال. بعد ما هي اللي بقات كتجرها، يلا سيري مع هذا، سيري مع هذا، هذا عطاني التليفون، هذا عطاني الفلوس. فجرات هاد السيده هذه، وبعد ما قاموا بهاد العمليه هذه وشافوا شنو دار، فطرحوا عليه هذه القضيه هذه ديال بانهم يديروها في واحد الكارطونه. بعد ما هاد السيد هذا دمو للدار، هو اللي شرا واحد الثلاجه وبقات له تما ديك الكارطونه، فاقترح عليه باش يديرها في ديك الكارطونه وهزوها في الطوموبيل ولاحوها بجنب الطريق. السيده اعترفات بهذا الشيء هذا، داتهم لهاد الدار هذه، مول الدار هرب، مشاو شدوا هاد المول الفعله اللي دار، ولكن مول الدار كان بقى معطل مخبع، ولكن في التالي هو شدوه. فهاد القضيه هذه كانوا داخلين فيها ثلاثه، بنت وجوج، ماشي هو زعما هو اللي دار هاد الفعله وصفها ليها بان الاخرين هي منعوله. فالمحكمه هبطت عليهم بنفس العقوبه. لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.